اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر. اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم مد له في قبره مد بصره. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم انقله من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نور مرقده وعطر مشهده وطيب مضجعه وآنس وحشته ونفس كربته وقه عذاب القبر وفتنته. اللهم إن أبي في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد لك. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنه في ضيافتك فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان وأنت أهل الجود والكرم. اللهم استقبله عندك خاليا من الذنوب والخطايا واستقبله بمحض إرادتك وعفوك وأنت راض عنه غير غضبان عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم أدخله بمنك وكرمك جنات النعيم. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى نزلا له. اللهم وابني له بيتا في الجنة واجعل ملتقانا هناك. ربنا وارزقنا الصبر والسلوان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت